احنا الحمد لله من اول ما اتكلفنا بالملف البطوله بدانا نشكل اللجان طبقا للجان المطلوبه لخدمه البطوله. وطبعا كان عندنا تحديات مهمه وكبيره، يمكن كان اهمها موضوع الجمهور وموضوع التسويق كمان. فالحمد لله الموضوعين دول مشينا فيهم بشكل كويس. الجمهور الحمد لله يعني لسه النهارده واخدين موافقه الحمد لله بوجودهم معانا بالحضور الجماهيري في البطوله. التجهيزات كلها جت الحمد لله. الارضيه مثلا البساط طبعا جه خلاص وركب في ميعاده بالظبط في السلطين، سواء الصاله المغطاه او صاله الشهداء. عملنا بلان كامل اللي قسمنا المدرجات زونز يعني وقطاعات، اللي هيقعد فيه الجماهير، اللي هيقعد فيه الاعضاء، اللي هيقعد فيه الاكاديميات النادي والفرق الجاليات وكده. فقسمناها كلها في بلان وهيبقى موجود ومتاح قدام البوابات يعني.